أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح 22 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك إلى المدار مساء السبت. وقد أطلق الصاروخ فالكون 9 الذي يحمل الأقمار الصناعية من كيب كانافيرال في فلوريدا. وأكدت سبيس إكس أن المرحلة الأولى من الصاروخ عادت إلى الأرض وهبطت على متن منصة في المحيط الأطلسي. يشار إلى أن ستارلينك هو نظام فضائي يساعد على توفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق المحرومة.